حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية برقية تعزية ومواساة في استشهاد المناضل العقيد بلخير محفوظ سعيد بن نصيب نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية الذي ارتقت روحه إلى بارئها شهيداً، وذلك بعد أن طالته رصاصات الغدر والإرهاب في مدينة المكلا مساء الأحد بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني. وفي سياق آخر، واصل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اليوم الاثنين ولليوم الثالث على التوالي استقبال جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك من القيادات العسكرية والأمنية وأعضاء الجمعية الوطنية وقيادات السلطة المحلية والشخصيات الأكاديمية والشباب والطلاب. قدمت الهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي وصحراء حضرموت دعماً مالياً لحفل زواج جماعي لـ 32 عريس وعروس من شباب منطقة قرية اللسك شرق مديرية تريم. نفذت قوات أمن بمديرية كرج بمحافظة لحج مسنودة بقوات من الحزام الأمني قطاع الصبيحة اليوم مداهمة أمنية لمطلوبين خارجين عن النظام والقانون في وادي حدابة شمالية غرب المحافظة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.